هبدأ معاك يا كابتن عادل، وخليني اتكلم على جزئية شخصية المدير الفني مارسيل كولر. حضرتك يمكن قبل الفاصل كان عندنا لقاء معاه، او كان في لقاء اذاعه، واتكلم على بعض النقاط. هاخد منها نقطة كانت مهمة جدا جدا والناس لازم تفهمها، وطالما حضرتك موجود كمان بخبراتك الكبيرة كمدير فني سواء في قطاع الناشئين في النادي الاهلي او على مستوى الفرق الكبرى، عايز اسال حضرتك الصعوبه اللي اتكلم عليها. ولما اتسال سؤال كولر على صعوبه مباراه حرس الحدود، قال كانت الصعوبه الوحيده بالنسبه لي هي ان انا احضر لهذه المباراه، وان نخرج اللعيبه من اجواء الاحتفال واجواء الفرح واجواء السعاده بالفوز بالبطوله الافريقيه. دي كان التحدي بالنسبه لي، التحدي الاكبر. حضرتك مدير فني كبير واشتغلت على جزئيه وكسبت بطولات كتيره، تشرح للناس يعني ايه انك تتعامل مع لعيبه جايه من فوز ببطوله كبيره وفرحه كبيره، وفي نفس الوقت في ايام قليله قوي تقدر تعدهم نفسيا وبدنيا وذهنيا لمباراه كمان مباراه مهمه في مشوار الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه من اول يوم وفي كل البرامج في قناه النادي الاهلي وانا بأشيد بهذا الرجل. صحيح. الراجل بمجرد ما جه بيتقن عمله، متواضع الى جانب ان هو نوع من عنده نوع من انواع المرح، وفي نفس الوقت الجديه. من اول ساعه نزل المطار كان في الملعب وشفناه قد ايه بيقابل العمال واول اخر. بدايته مع الفريق كان بيقدم نوع من انواع العداله المتناهيه، ما فيهاش اي نوع من المجامله لكل اللعيبه، فادى الفرصه لكل اللاعبين بدون استثناء، لحد لما وصل لمرحلة. المرحلة ديت ابتدى يقيم فيها كل لاعب سواء فردي أو جماعي. بعد ما ابتدى يخلص الجزئية ديت كان فيها بعض الضربات يا كابتن هاني، فيها بعض الضربات في النتائج وحتى في الأداء. زي ما حضرتك عارف هو جاي من أوروبا، حضرتك لاعب كبير في أوروبا، إيه اللي حصل؟ ابتدى يفهم ثقافة اللاعب العربي. ثقافة اللاعب العربي عندنا الاحترافية مش بالقدر اللي هي موجوده. صحيح. في اوروبا يعني اللعيب النهارده ممكن يديلك 9 من 10، الماتش اللي بعديه بيديلك 6 من 10. فالمستوى الثابت ده ابتدى يعمل عليه من خلال جهازه، ابتدى الجزء البدني يبتدي يترفع، ابتدى يطور من اداء اللاعبين كل واحد لوحده، ثم الاداء الجماعي. الوقت اللي كان فيه خلل اللي حصل كان هناك بعض اللاعبين ما بيأدوش الواجب الدفاعي بتاعهم، بيركزوا على الجانب الهجومي، الجانب الدفاعي ما كانوش بيأدوه خالص. لما نشوف تاو وحسين الشحات ما كانوش بيأدوا النهارده، أدائهم بيبقى فين؟ في وسط الملعب، كان أحيانا بنلعب بصانع لعب، على الرغم إن احنا عندنا 3 ممكن 4 يقوموا بالدور ده. يعني حمدي فتحي، سواء ديانج أو مروان أو عمرو السولية، أي حد منهم ممكن يقوم بالدور ده. صحيح. فابتدى ال 13 مباراة باستثناء ماتش امبارح كان بيلعب بثلاثة في وسط الملعب، والثلاثة بيقوموا بأدوار تبادلية، يعني ممكن تبص تلاقي حمدي جوه 6 ياردة، ديانج جوه 6 ياردة، وهكذا. صحيح. الشغل اللي هو الراجل عمله الحقيقة بعد قعدة كانت مثمرة جدا مع كابتن الخطيب. في فترة كده كان فيها نوع من أنواع الذبذبة كده، أظن بعد ماتش سان داونز، كابتن الخطيب أعتقد إن قعد، أنا طبعا ما أعرفش إيه اللي دار، لكن بحس المحب للنادي والمشجع النادي واللي قضى عمره كله في النادي، ان الراجل ابتدى كابتن خطيب يديله بعض النصايح بالنسبه للاعب المصري، إيه انت ممكن تتعامل معاه بالشكل الفلاني. من القعده ديت استشعرت قيمه ان الراجل ده اقتنع بكل كلمه قالها كابتن خطيب، وابتدت ال 13 مباراه زي ما حضرتك شايف يعني عاملين اداء ولا اروع ونتائج ولا اروع. لو تفتكر حضرتك الماتش اللي فات بين الشوطين، الحاجات اللي هي كانت متسجله وطلعت لنا على 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 صحيح. على الكلام اللعيبه مع بعض وكلامهم مع اللعيبه، كلامهم مع اللعيبه ان لازم نجيب جول، لازم نجيب جول. هو قال لهم هم عايزين يوصلونا ان احنا اوريدي خسرنا المباراه. يعني الموضوع يعني الجزء دايما ما بين الشوطين، وحضرتك مدير فني كبير وعارف في جزء خططي بيتكلم فيه، ولكن الجزء الاكثر عمليه الموتيفيشن، عمليه وخاصه عملية لو انت خارج باحباط او خارج بجزء
من هدف جه فيك او فعملية دي مهمه جدا، بتقسم المحاضره نقط سريعه بالنسبه للشكل الفني، ولكن الجزء كمان المهم جدا الشغل النفسي والشغل والتحضير ليه على المستوى الاراده. يعني عارف يا كابتن، بعد ماتش ال 2-1 هنا في مصر، دخل بعد الماتش قال لهم احنا كسبانين، وطلع في المؤتمر الصحفي قال لهم انتوا ايه، انتوا بتصدروا لنا حاجه سلبيه. وبعدين بين الشوطين في ماتش الوداد، في الوداد في الاجواء الرهيبه ديت اللي احنا شفناها، والشماريخ واول اخره والظلم التحكيمي الغير مبرر، الراجل معنويا بقى عالي جدا، وابتدى الحاجه دي موجوده في شخصيته. لكن برضه لما جه النادي الاهلي اعتقد ان هو اكتسبها، ما هيش موجوده في النمسا بالقدر ما موجوده طبيعي في النادي الاهلي اكيد. فانا الحقيقه بنقصني على لجنه التخطيط كابتن، برئاسه الكابتن الخطيب، وكل من بيعمل وشركه الكوره، كل من بيعمل على انه بيستخدم مدير فني على مستوى عالي، لان ده بيدي نوع من الثقه ونوع من الاداء الرائع والاداء الجيد، وبعدين بيدي فرصه لكل الاجيال انها تاخد المرحله بتاعتها. وخاصه يا كابتن احنا داخلين على، انا لسه طبعا بقالنا الخبر ده بقاله يمكن شهر وشويه، احنا داخلين على كاس عالم في امريكا 25، هنروح كاس العالم في امريكا 25، يعني كل لاعب النهارده النادي الاهلي بيتعاقد معاه يعرف انه يلعب في كاس العالم 25 و24 23 هيبقى في الرياض، و24 برضه باذن الله تعالى يبقى لينا نصيب باذن الله.